سايبر سيكيورتي بارك. أهم وحدث الأخبار والمسجدات في عالم الأمن السيبراني في نشرة أسبوعية تأتيكم برعاية سايبر سيكيورتي بارك. تتأثر العديد من مواقع ووردبريس بثغرات في إضافة بوب أب بيلدر. يمكن استغلال هذه الثغرات الأمنية التي تم تصحيحها مؤخرا لتنفيذ عمليات ضارة مختلفة على مواقع الويب المتأثرة. وبوب أب بيلدر هو مكون إضافي يساعد مالكي مواقع ووردبريس على إنشاء النوافذ المنبثقة الترويجية وتخصيصها وإدارتها مع أكثر من 200 ألف عملية تثبيت حتى الآن. وجد الباحثون نوعا محدثا من البرمجيات الخبيثة المستخدمة من قبل عصابة الجرائم الإلكترونية روك جروب، والتي تستهدف البنى التحتية السحابية بهجمات سرقة التشفير أو ما يطلق عليها كريبتو جاكينج أتاكس. يطلق على البرنامج الضار اسمه برو أوشن، والذي تم اكتشافه لأول مرة في عام 2019، وقد تم تعزيزه الآن بقدرات الانتشار كبرنامج وورم مع خاصية تجنب اكتشاف عمليات الولوج الغير مصرح بها في حال استخدام روت كيت. تحصل شبكة إيموتيت على إمكانية الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحية عبر مرفقات البريد الإلكتروني الضارة، ثم بيعها للمجرمين الذين يقومون بتثبيت برامج ضارة أكثر خطورة. وعملت الشرطة من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا معا لتعطيل إيموتيت، حيث وصفها اليوروبول بأنها واحدة من أهم شبكات الروبوتات في العقد الماضي، وواحدة من أدوات فتح الأبواب الرئيسية لأنظمة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم. وأضاف بمجرد إنشاء هذا الوصول غير المصرح به، يتم بيع هذه الشبكات لجماعات إجرامية أخرى عالية المستوى لنشر المزيد من الأنشطة غير المشروعة مثل سرقة البيانات والابتزاز من خلال برامج الفدية. سايبر سيكيورتي بارك، نشرة أسبوعية من عمان داتا بارك.